مثل شي ورد دبلاني ناطرتك أنا وعم دور حب تاني حتى شوف الهنا. مثل شي ورد دبلاني ناطرتك أنا وعم دور حب تاني حتى شوف الهنا. وين راحت لبعيد صار بدي حب جديد شوفك بوجه وخبي حزني بعيوني أنا. وين راحت لبعيد صار بدي حب جديد شوفك بوجه وخبي حزني بعيوني أنا. لا رامفير انتبه، ما رح يتردد بانه يقتلك. هو نصب على العالم وثمان اشخاص ماتوا بسببه كمان. لا تستفزوا. هوهو، بتعرفي انت كتير فاجأتيني، معناتها كل الوقت كنت عم تتنصتي علي. عن جد انك جريئة، بس بتعرفي شو؟ رح تموتي انت ورامفير كمان، شو رأيك؟ بس بالأول أنا رح أقتله لهذا المغوار وبعدين انت. ما رح سامحك. يلا أوصني. رح أوصك. يلا أوص. لا تعمله. رافي لك شو هاد اللي عم تعمله؟ تركني يا زلمة، تركني. عم قلنا منيح كيف رح تواجه امك؟ رح تزعل كثير بس تعرف تركني. اللي عم تعمله. يلا عم قلك اتركني. رافي خلص. عم قلك رافي خلص بقى. لك رافي، لك اتركني. رافي اذا بتريد اسمع شوي، كيف بدك تواجه امك؟ قلي. سكرت امك ولا حرف، بس اذا بتقرب خطوه ثانيه رح اوصك. رافي شو صاير لك؟ قلي. انت من عيله محترمه بترجاك لا تعمل هيك. لك شكلي لا تفهمن علي بعد. كل الحق عليك بسببك انت. رامفير وسومان هربوا من البيت، جاي على بالي فجر لك راسك هلا. نلع. كيف بيسمح لحاله، كيف بيسمح لحاله هالتافه يجي وياخذ مرتي سومان من هون؟ بس اكيد رح ترجع، أنا متأكد رح ترجع لعندي، متأكد من هذا الشيء. طيب إذا ما بتحبها لسومان ليش بدك إياها ترجع لعندها؟ شو قلت ولا؟ عم قلك شو قلت؟ أنا بحبها لسومان كتير، أنا بحبها لسومان كتير. أنا كنت عم عاقبها مو أكتر، وقت كنت أعمل هيك من زمان كانت تزبط معي، واليوم كمان أنا عم أعمل نفس الشيء. بس رامفير ميتال إجا لقوا فوق هيك الست سومان هربت معه. بس هلأ الخالق رح تزعل كتير بس تعرف الشي اللي عملته. حاجة تحكي؟ لا بقى تعيد هالحكي مرة تانية. انت قديه صلك بتعرف امي؟ ها اللي قديه صلك بتعرفها حتى تحكي هيك حكي؟ قول. انا بعرفها لامي من وقت كنت صغير، انا بعرف امي منيح، هي واحدة كتير طماعة، ومشان ارضي لها طماعة، بس مشان ارضي لها طمعها انا نصبت على العالم كله. هي ما بتفكر غير بحالها وبس، ما حدا بيعرفها ابدا اكتر مني. راحت وتركت بيت عائلتنا، تخلت عن كل شي مشان تعيش ببيت ميتال، بس مشان تعيش برفاهية. وفوق هذا كله تخيل راحت زوجت كنتها الارملة، راحت زوجتها مرة تانية بس مشان تستمتع بالحياة وعيشة القصر. هي وحدة انانية كتير، هي ما بتفكر غير بحالها وبس. بس انا ما رح سامحها، ما رح سامح حدا ابدا. استنى انطور شوي ورح تشوف شو رح اعمل. ما رح سامح حدا بنوب. لازم خبر الخاله شو صار هلا، لازم خبرها رافي شو ناوي يعمل، والا ممكن يقتل رامفير وسومان كمان. عمي
يرد على التليفون. شو رأيك نروح ونطمن عليه؟ على مهلك. خليكي عندك. إذا سمحتي لا تحكي شي هلا. رامفير سومان، ما في داعي إنك تقلقي، هذا البيت بيتك كمان، وحقك إنك تعيشي هون لأنك بتكوني مرتي. فوتي. سومان، سومان شو صاير معه؟ تعي عادي هون، تعي عادي هون. يا منيحة. شو صاير مع سومان؟ ستي، أنا كنت مفكر إنه رافي إنسان كتير محترم، بس للأسف ما طلع هيك، هو طلع مجرم. ألو بابا. فير شوفي، ليش هيك صوتك؟ بابا تعال بسرعة، رافي عم يضرب ماما كتير. شو؟ بابا إذا بتريد تعال بسرعة. ما كان فيني أترك سومان بهالحالة أبدا، ما فيني أتركها ولا دقيقة، لهيك أنا جبتها معي لهون على البيت. رامفير، بس انت بتعرف انه سومان متزوجة واحد تاني، وشو ما عمل وشو ما صار بيناتهم، هذا زوجة ونحن ما دخلنا فيهم. ما فيك تخلي مشاعرك تتحكم فيك وتخليك تاخد قرارات. هي ما رح تضل بالبيت، وهذا آخر كلام. ماما، انت كيف فيكي تكوني قاسية لهالدرجة هي؟ كيف فيكي تحكي هذا الحكي اصلا؟ بغض النظر عن كل شيء، كمان سومان مرة مثلك، وهي انسان، وانا كانسان كمان ما فيني اتحمل اني اشوف اي زلمة عم يضرب مرته بهالطريقة هي، وسومان بتكون مرتي. لهذا السبب انا جبتها معي لهون هلا. أنا بعرف إنه أنتوا ما رح تخلوها تبقى معنا بهذا البيت، لأن مرت حدا تاني وكنت عيلة تاني، بس برأيكم شو ساوي؟ أنا ما كان فيني خلي سومان هنيك بهذاك البيت. بحياتي كلها ما طلبت منكم أي شيء، بكل حياتي، بس اليوم أنا عندي طلب، بترجاكم تخلونا نبقى هون، ورح نبقى هون بس هاي الليلة. ورح أوعدكم هلأ إنه من بكرة الصبح رح نترك هذا البيت ونمشي. رامفير، لو سمحت عمي، بس هاي الليلة. ليش؟ ليش كلكم ساكتين هيك؟ اه ماما قليلي، ليش ما عم تحكي شي؟ كل واحد بهذا البيت عم ياخد قراراته لحاله، وانتي ما عم تحكي اي شي. ما
رنفير، خذ سومان على الغرفة. يلا سومان على مهلك.